أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز أن أصوم يوم الاثنين دون الخميس من كل أسبوع؟ نعم، إذا صمت الاثنين ما يلزم منك تصوم الخميس، لكن لو صمت الاثنين والخميس كان أفضل، ولكن لو اقتصرت على الاثنين لك أجر الاثنين، لك أجر الاثنين. ولو أنك مرة أسبوع تصوم الاثنين وأسبوع تصوم الخميس يكون أحسن، حيث أنك ما تترك الخميس دائما. نعم.